اكشن. في مطعم كل ويك اند متعود انا واحد صاحبي نروحه، يعني غالبا بنبقى عارفين احنا بنطلب ايه كل مره. في مره نزلوا طبق جديد، قلت له ايه رايك نجرب حاجه جديده؟ فبدا شويه يفكر كده، وبعدين قال لي ممكن يبقى مش حلو، ممكن يبقى فيه مثلا كومبوننت مش هيعجبني. لا بقول لك ايه، اول ستيك تو ماي اوردر. وحياتك هات لنا 2 كيلو كمان عشان الزهر دول مش هتكفوا. في اللحظه دي لما فكرت في الموضوع، الموضوع ده بالظبط ببساطه شديده، المثل الصغير ده بيمثل كتير قوي في حياتنا، منطقه الراحه والامان اللي احنا دايما عايشين فيها. لو جينا حنينا الموقف اللي حصل مع صديقي ده، هو كان بالظبط متعود يطلب طلب معين. لما جيت انا طلبت منه ان احنا نغير الطلب ده، هو في تغيير هيحصل له، فبالتالي هو حس شويه بانكزايتي، حس شويه بتوتر. مفيش شويه رنجه. ده بالظبط اللي بيحصل لما بتيجي تستيب اوت من المكان اللي انت قاعد فيه ومستريح وحاسس بامان، اللي هو بيطلق عليه الكومفورت زون. في الاف الامثله والمواقف ممكن نقولها على الكومفورت زون ونبتدي نبص لها برضه نفس النظره، سواء من شغل انت مستريح فيه بقالك سنين، يو دونت جرو، مش حاسس انك بتكبر، مش حاسس ان بيحصل اي حاجه، بس انت حاسس انك مستريح كده، فانا واي ان انا شود اي تشينج يعني. او ممكن مثلا انك تلاقي واحد وزنه زياده، متعود ان هو ياكل بطريقه معينه، مش حابب يخرج من منطقه الامان والراحه بتاعته او الكومفورت زون، ان هو يبطل اكل معين هو بيحبه، فبالتالي بيخش دايما في مرحله الانكزايتي دي، او بيفكر ان هو هيقابل انكزايتي او توتر، بيختار الحل الاسهل والافضل لي ان هو يفضل قاعد زي ما هو. هبتدي من بكره. كل يوم تقولي بكره بكره بكره، لا من النهارده. لا من بكره يا ابو هاتي، لا بقول لك بكره بكره. حرام عليكي. اكتر الدراسات اللي شرحت الموضوع ده كلهم اتفقوا على انك طول ما انت في الكومفورت زون، ده بيضمن مستواك او ادائك او بيرفورمانس بتاعك في اي حاجه انت مستريح فيها، هو ثابت از لونج از انت قاعد في الحته بتاعه الامان دي. اول ما بتبتدي تستيب اوت، توصل لحاجه اسمها الاوبتيمال انكزايتي، او مرحله التوتر اللي بيحصل لك لما بتيجي تطلع من منطقه الامان او اللي هو تعمل تغيير، فبالتالي ده بيديك بيوصلك للبيك او للماكسيمم بيرفورمانس اللي ممكن تحققه في حياتك. في ناس كتير قوي ممكن تقول طب ما انا طول ما انا حاسس ان انا سيف، انا بالنسبه لي قاعد في بيس اوف مايند ودماغي مستريحه. هو الموضوع ده كويس ات سام بوينت، بس لما يكون ده اللايف ستايل بيبقى غلط تماما. من اكتر كمان المشاكل او العيوب اللي هتقابلك لو انت فضلت قاعد في منطقه الامان والراحه دي، انك هتضيع على نفسك اي فرصه للجرو او للديفلوبمنت او للتطور. هتفضل قاعد مش شايف حاجه حواليك، ومش هتطور من نفسك ابدا، وهتفضل قاعد محلك ثابت. لو جينا بصينا على اي حد متقدم او متطور او عامل نجاح في مجال معين، استحاله تلاقيه قاعد يشتغل شغلانه ممله مثلا، او قاعد بيعمل حاجه مش كرييتيف. انا رائد في مباحث المخدرات يا عم. دايما هتلاقيه واخد ريسك، هتلاقيه طالع قدام. ات سام بوينت كان مفلس وما كانش معاه فلوس، مش دايما قاعد في منطقه الامان والراحه بتاعته، دايما محقق نجاح لان هو في منطقه الاوبتيمال انكزايتي، توتر اللي ممكن تخليه يحقق حاجه كويس. اتفرجت على فيديو قريب لمغني من مغنيين شارموفرز، كان دايما بيتكلم على فكره ان هو كان جرافيك ديزاينر، وان هو كان ماشي باسلوب ثابت وعنده راتب ثابت، بس كان حبه للمزيكا كان كبير جدا، كان ده بيخليه في وسط الشغل بعد الشغل يعني يطلع يعمل مزيكا مع صاحبه. ولكن لما جه قرر ان ده هيبقى بروفيشنالي، اخد اكبر ريسك في حياته، انه طلع من منطقه الكومفورت زون دي وراح لحته اللي هي المجهول، اللي هو مش عارف ايه اللي ممكن يحصل له. والنهارده شارموفرز من احسن الفرق اللي موجوده في الميدل ايست. البومنا اللي فات كان اسمه بارانويا، اتطورنا كتير دلوقتي، شكرا يا ربي هاليلويا. برضه من اكتر عيوب انك تفضل قاعد في منطقه الكومفورت زون، انها بتخليك ساتل، يعني بتخليك مطمن قوي للواقع اللي انت عايش فيه ومأنتخ. ده بيخليك مش هتعرف ابدا ابدا تتوقع ان الخطر لو جالك، او مثلا لو حصل تغير مفاجئ في الحته اللي انت حاسس بيها بالامان والراحه، هتفاجئ وحتى نفسك مش متحضر، مش عارف تتصرف، مش عارف تاخد اكشن، لان انت ما تخيلتش ان ده ممكن يحصل لك، لان انت طول عمرك قاعد في حته الامان بتاعتك، وده خطر كبير جدا ممكن يدمرك. روشته النهارده سريعا في موضوع الكومفورت زون ده، اكتب لك على الروشته بعد ما تاكل جبنه فتة. اول حاجه انت لازم في الاول تجمع معلومات عن الحاجه اللي انت بتعيشها. يعني مثلا انا في سيتويشن مثلا في شغل معين، ما عنديش معلومات كفايه على ليه اطلع من الكومفورت زون مثلا، او ليه اغير شغلي. فلو انا قعدت اجمع معلومات الاول وعرفت ان ده الواقع بتاعي دلوقتي، هبتدي احط ايدي على اول ستيب. الستيب الثانيه ببتدي احط ستيبس في لسته حقيقيه انا عايز احققها، وخطوات معينه انا عايز اوصل لها علشان اطلع من الكومفورت زون في الحته دي واحقق نجاح معين. اهم حاجه في الخطوات دي هي البيبي ستابس. البيبي ستابس هي ببساطه انك بتاخد خطوات صغيره جدا للوصول للهدف بتاعك، واحده واحده كل يوم. لو انا مثلا اوفر ويت وباكل كتير جدا وباكل اي حاجه، لو انا عايز احقق نجاح معين، انا اطلع من الكومفورت زون وبطل اكل بطريقه معينه واوصل ان انا اخس، لو جيت فكرت ان انا هخس دلوقتي، ده هيعمل لي شك وهيعمل لي انكزايتي سريعه كده، توتر ممكن يخليني اساتل وافضل قاعد زي ما انا. لكن لو انا اخدت ستاب صغيره النهارده ان انا اطلع بدل ما انا اكل اي حاجه،
همنع بس جانك فود، او مثلا بدل ما اكل جانك فود 5 دايز ا ويك اخليها 3 دايز ا ويك. ستيب اللي بعديها امنع جانك فود خالص. ستيب اللي بعديها امنع اكل لحد الساعه 6 وانا باكل زي ما انا. بس ستيب باي ستيب هتلاقي نفسك بتطلع من الكومفورت زون دي، بس وان ستيب ات ا تايم. في تكنيك حلو قوي عشان تكيب يور سيلف جوينج او بروسيدنج في اللي انت بتعمله. لو افترضنا انك ماشي على الخطوات دي سليمه وماشي على البيبي ستيبس واحده واحده، ومره حسيت انك دي موتيفيتد او مش مشجع وما عندكش الدافع الكافي انه يخليك تكمل، دايما تستعمل تكنيك انك تخوف نفسك. اللي بيخاف يطلع بره. حط دايما النتائج قدامك. انا لو ما عملتش كذا هيحصل لي كذا، طب انا لو ما اخدتش الاكشن ده انا هيحصل لي كذا. ده دايما هيخليك في حته الاوبتيمال انكزايتي، ومش هيخليك ترجع بسرعه لمنطقه الكومفورت زون. عشان ما يختلطش الامر عليكم، الموضوع مش مقتصر على الامثله بس اللي احنا ذكرناها النهارده. اي حاجه بتحس انك مساتل فيها وانك مطمن ومستريح في اي حاجه في الدنيا، في اي اسبيكت من يعني في اسبيكتس الحياه، ده يعتبر انت في كومفورت زون. اول ما تحس انك بتواجه نفسك وعايز تطلع من حته بتواجه فيها نفسك تقول لك لا خليك قاعد، لا مش دلوقتي، دي منطقه كومفورت زون. تنور كده حاجه عندك تقول لك انا كده في الكومفورت زون ولازم ابتدي اخد اكشنز. صدقوني لما تيجي تحس انك حققت حاجه عكس المألوف بتاعك وخارج عن النطاق المألوف اللي انت متعود عليه، تحس احساس رائع، وهتحس قد ايه انت حققت نجاح لانك انتصرت على نفسك. اشوفكم على خير.